أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديال اليوم كيف العادة بتصحيح الواجب المنزلي اللي كنت كلفتكم به في الحصة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا كلكم نجزتوا هذا الواجب. وقبل ما نشوفوا الواجب ديالنا على الشاشة، غادي نشوفوا الحاضرات معنا واش نجزوا الواجب ديالهم. ملكة، مزيان، جيد، مزيان، أحسنتي، مزيان، مزيان، جيد، مزيان، مزيان. ودابا غادي نشوفوا الواجب ديالنا على الشاشة اللي كنت كلفتكم به في الحصة الفايتة. إذا كما كتشوفوا معنا عندنا أربعة ديال الجمل، كان مطلوب منكم أنكم تقراوا هذه الجمل. إلا المعنى ديالها صحيح غادي نكتبوا في هذه الخانة نعم، إلا المعنى ديال الجملة خاطئ غادي نكتبوا في هذه الخانة في اللي كاينة في القبال ديالها لا. إذا غادي نبداو بأول جملة مع سميرة. تفضلي سميرة، قري لنا الجملة وقولوا لنا واش غادي نوضعوا نعم ولا لا. تفضلي. تمدرس الفتاة القروية ضروري، نعم. جيد، إذا غادي نوضعوا نعم في الخانة الأولى كما كنشوفوها على الشاشة ديالنا، وغادي يمشيوا للجملة الثانية مع ملكة. أميز في التمدرس بين الجنسين. غادي نحط لا. غادي نحطوا لا؟ آه. إيه علاش؟ حيت ما خصناش نميزوا بين الولد والبنت في المدرسة. جيد، تبارك الله عليك، وغادي نوضعوا لا كما كنشوفوا على الشاشة ديالنا في الخانة الثانية، وغادي يمشيوا دابا للجملة الثالثة مع خديجة. تفضلي خديجة. تساهم الفتاة القروية في تنمية المجتمع. في تنمية؟ في تنمية المجتمع، نعم. غادي نوضعوا نعم، أحسنتي، جيد، وغادي نوضعوا نعم في هذه الخانة الثالثة. وبقات لنا الجملة الأخيرة، غادي نشوفوا مع كريمة. تفضلي كريمة. إدماجها في المشاريع المضرة للدخل. انتبهي، عاودي اقراي الجملة. إدماجها في المشاريع، ماشي في المشاريع، في مشاريع. إدماجها في مشاريع مضرة للدخل. مضرة للدخل، جيد، إذا اش غادي نكتبوا؟ غنديروا نعم. أحسنتي، تبارك الله عليك، وغادي نكتبوا نعم في هذه الخانة الأخيرة. إذا الآن من بعد ما صحنا التمرين ديالنا، شكون غادي تذكرني بالعنوان ديال النص؟ نشوفوا سميرة. تأهيل الفتاة القروية. أحسنتي، تبارك الله عليك، وغادي نعاودوا إن شاء الله نقراوا النص ديالنا، وغادي نشوفوا الآن الفقرة الأولى. واللي غادي نطلب من سميرة تقرا لنا هذه الفقرة. تفضلي سميرة. تعتبر قضية الفتاة القروية من القضايا التي باتت، انتبهي، التي باتت 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 تشغل اهتمام المجتمع المغربي، لذلك يبذل المغرب اليوم جهودا كبيرة من أجل ضمان كافة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والنهوض بمكانتها وإدماجها بشكل فعال في المسيرة التنموية. أحسنتي، تبارك الله عليك، بشكل فعال في المسيرة التنموية، جيد، تبارك الله عليك، القراءة ديالك جيدة. ودابا غادي نشوفوا الفقرة الثانية اللي غادي تظهر أمامنا على الشاشة. اللي هي هذه، إذا تفضلي ملكة اقرأي لنا هذه الفقرة الثانية. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تشجيعها على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتقليص النسبة وتقليص نسبة لأمية، انتبهي، وتقليص نسبة الأمية بالوسط القروي وخلق أنشطة وبرامج وخلق أنشطة وبرامج التنموية. عودي، وبرامج التنموية تهدف إلى تكوينها تكوينا مناسبا من شأنه ضمان انخراطها في التنمية المستدامة. جيد، تبارك الله عليك، وبقات لنا الفقرة الأخيرة اللي هي عبارة عن جملة، وغادي نشوفها الآن في الشاشة ديالنا، وغادي نطلب من خديجة تقرأ لنا هذه الفقرة الأخيرة. تفضلي خديجة. فلا تأهيل للفتاة القراوية بدون تشغيلها
عاودي من الاول. فلا تاهيل للفتاه القرويه بدون ما عندناش المد. فلا تاهيل للفتاه القرويه بدون تعليمها وتكوينها. جيد، بارك الله عليكم. والان غادي نشوفوا الافكار، غادي نحاولوا نستخرجوا الافكار اللي كاينه في هذا النص، ولكن بغيناكم تعبروا عليها بطريقتكم الخاصه. شكون يمكن لها تعطينا شي فكره من الافكار ديال النص؟ نشوفوا مع سميرة. الفكرة اللي خرجت من النص هي أن المغرب دار مجهودات كبيرة باش يساعد الفتاة القروية. مزيان، جيد سميرة. إلى فكرة أخرى عندكم نشوفوا ملكة. نعم أستاذ، الفكرة اللي عندي خاصنا نساعدوا الفتاة القروية باش تكمل الدراسة ديالها باش تحارب الأمية والجهل. يعني الوقت فاش كنعلموا الفتاة القروية بطبيعة الحال كنساهموا في محاربة الجهل، أحسنتي. نشوفوا خديجة إلا عندها شي فكرة. اي عندي، أنا اللي فهمت من هذا النص هو ملي كنأهلوا الفتاة القروية ما كتستافدش غير هي بوحدها، ما حتى المجتمع كيستافد معاها. جيد، تبارك الله عليك. إذا غادي نكتبوا هذه الأفكار ديالكم وغادي نلخصوها على الشاشة ديالنا، تبعوا معنا. إذا الفكرة الأولى: المغرب يبذل جهودا كبيرة لإدماج الفتاة القروية في المسيرة التنموية. وفعلا أن شفنا المغرب ديالنا كيقدم واحد مجموعة من مساعدات لهذه الفتاة القروية. كنشوف النقل المدرسي، كنشوف دار الطالبات، كنشوف مجموعة من المسائل، وكنشوف المدارس كتبنى في بعض القرى والدواوير باش نقربوا المدرسة لهذيك الفتاة القروية باش ما يوقعش لها هدر مدرسي وما إلى ذلك. إن دل على هذا يدل على أن المغرب كتهتم بهذه الفتاة القروية. وكما قلنا في الحصة السابقة أن الفتاة القروية تعتبر عنصر أساسي داخل المجتمع. ثم الفكرة الموالية: لتأهيل الفتاة القروية لابد من محاربة الهدر المدرسي وتقليص نسبة الأمية بالوسط القروي. إذا كما قلت أن هذه هي الأفكار اللي استخرجناها من النص ديالنا. واليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على واحد الأسلوب جديد، واللي غادي نتعرفوا عليه من خلال هذه الجملة اللي غادي نوضعوها أمامكم على الشاشة. تبعوا معايا الجملة على الشاشة. إذا الجملة ديالنا هي هذه: فلا تأهيل للفتاة القروية بدون تعليمها وتكوينها. تفضلي سميرة عاودي اقرأي لنا هذه الجملة. فلا تأهيل للفتاة القروية بدون تعليمها وتكوينها. مزيان، عاودي لنا مالكة هذه الجملة. فلا تأهيل للفتاة القروية بدون فلا تأهيل للفتاة القروية بدون تعليمها وتكوينها. مزيان. خديجة، أشنا هي المكونات ديال هذه الجملة اللي ملونة بالأحمر؟ المكونات ديال هذه الجملة اللي ملونين بالأحمر هي فا بدوني. ما كاينش فا. فلا بدوني. فلا وكاين كلمات بدوني. إذا هما اللي غادي نحتفظوا بهم أسفل هذه الجملة كما كنشوفوا. إذا تفضلي كريمة عاودي اقرأي لنا هاد جوج كلمات. فلا بدوني. مزيان. إذا هاد فلا اللي كتجي في البداية ديال الجملة وبدوني اللي وضعناها في وسط الجملة، هذا هو الأسلوب ديالنا اليوم اللي غادي نتعرفوا عليه. وكنقولوا مثلا إذا رجعنا للجملة ديالنا كنقولوا باللغة العربية الفصحى: فلا تأهيل للفتاة القروية بدون تعليمها وتكوينها. ولكن إلا بغينا نشوفوا المقابل ديالها في الدارجة كنقولوا: ما يمكنش نأهلوا الفتاة القروية بلا التعليم ديالها. ونعطيكم مثال آخر: ما يمكنش نحصدوا بلا ما نزرعوا. إذا اش غادي نقولوا باللغة العربية الفصحى؟ فلا حصاد بدون زرع. إذا هي اللي غادي نكتبوا الآن على الشاشة، تبعوا معي على الشاشة ديالنا. فلا حصاد بدون زرع. عاودي اقرأي لنا هذه الجملة سميرة. فلا حصاد بدون زرع. مزيان، عاودي اقرأيها لنا مليكة. فلا حصاد بدون زرع. مزيان. دابا باش نزيدوا نثبتوا هذا الأسلوب ديالنا غادي تشوفوا معايا هذه العبارة اللي غادي تظهر أمامنا على الشاشة. شوفوا معايا العبارة: فلا نجاح بدوني. اللي نطلب منكم هو أنكم تحاولوا تكملوا المعنى ديال هذه العبارة باش تكون عندنا في الأخير جملة مفيدة وفي نفس الوقت بطبيعة الحال كتحتوي على المكونات ديال هذا الأسلوب ديالنا. إذا غادي نبداو مع سميرة. سميرة حاولي كملي لنا هذه العبارة وأعطيها واحد المعنى، تفضلي. فلا نجاح بدون اجتهاد. أحسنتي، تبارك الله عليك، جملة ديالك صحيحة وهي اللي غادي نكتبوها الآن على الشاشة، جملة صحيحة تماما. نشوفوا معنى آخر عند ملكة.
فلا نجاح بدون جد واجتهاد. مزيان جيد. فلا نجاح بدون جد واجتهاد. احسنتي، جملة ديالك صحيحه. ودابا غادي نمشيو عند خديجه. خديجه حاولي تكملي لنا المعنى ديال هذه العباره، ولكن بلا ما تستعملي الاجتهاد يستعملوا الاخوات ديالك. فلا نجاح بدون عمل. مزيان، جملة ديالك صحيحه، وهي اللي غادي نكتبوها الان على الشاشه ديالنا كما كنشوفوا. إذا كما كتشوفوا معايا في هذه الجمل كلها كتحتوي على المكونات ديال هذا الأسلوب ديالنا اللي حنا بصدد الدراسة ديالو. إذا تفضلي كريمة قرنينا هذه الجمل. فلا نجاح بدون اجتهاد. فلا نجاح بدون جد واجتهاد. فلا نجاح بدون عمل. مزيان، تبارك الله عليكم. ودابا من بعد ما تعرفنا على هذا الأسلوب ديالنا، بغيناكم تعطيونا بعض الجمل من عندكم. مستعدين؟ يعني في البداية ديالها يكون فيها فلا، وفي الوسط ديالها يكون فيها بدون. يلا نشوفوا مع سميرة الجملة ديالها. تفضلي سميرة. فلا حياة بدون أمل. جيد سميرة، الجملة ديالك صحيحة، كتحتوي على هذه المكونات ديال هذا الأسلوب اللي احنا بالصدد ديالو، وفيها رسالة أيضا لإنسان إلا ما عندوش تفاؤل وما عندوش الأمل راه ما كايناش عنده الحياة. كنشكرك على هذه الجملة ديالك. نشوفوا مليكة إلا عندها شي جملة. فلا فوز في المباراة بدون استعداد جيد. مزيان جيد، الجملة ديالك حتى هي صحيحة. ونشوفوا خديجة. خديجة يمكن لك تعطينا شي جملة؟ إيه أستاذ، عندي واحد الجملة. فلا سلامة في الطريق بدون حذر وحيطة. جيد، تبارك الله عليك. الجملة ديالك تحتوي على المكونات ديال هذا الأسلوب، وأيضا فيها رسالة لإنسان خصو يهض الحيطة ديالو والحذر ديالو في الطريق باش يوصل سالم، وحتى كذلك الناس اللي كيستعملوا في الطريق حتى هما يكونوا في حاله في السلامه ديالهم، يوصلوا للاماكن ديالهم والاماكن ديال الاشتغال ديالهم سالمين. وغادي نشوفوا مع كريمه الا عندها شي جمله اخرى. عندك شي جمله اخرى كريمه؟ فلا تنميه بدون تاهيل للفتاه القرويه. للفتاه القرويه، جيد، الجمل ديالكم صحيحه، وهي الان غادي نكتبوا على الشاشه ديالنا. تبع معنا الجمل ديالكم على الشاشه اللي هما هادو. اذا كما كتشوفوا معايا الجمل ديالكم كلها صحيحه، كلها كتحتوي على المكونات ديال هذا الاسلوب ديالنا. اذا تفضلي سميره قراني لنا هذه الجمل. فلا حياه بدون امل. فلا فوز في المباراه بدون استعداد جيد. فلا سلامه في الطريق بدون حذر وحيطه. فلا تنمية بدون تأهيل للفتاة القروية. جيد، تبارك الله عليكم. ودابا غادي نجزو واحد التمرين جميع، وهو اللي غادي يظهر امامنا على الشاشة، ومن خلال هذا التمرين غادي نثبتوا به هذا الاسلوب ديالنا اللي درسناه اليوم. اذا هذا هو التمرين ديالنا. كما كتشوفوا معايا عندنا ثلاثة ديال الجمل، وهذه الجمل كلها مبعثرة. اللي مطلوب منا هو اننا نحاولوا نرتبوا هذه الكلمات ديال كل جملة ونرجعوها تكون جملة مفيدة. وبطبيعة الحال كل جملة راه كتحتوي على هذا الأسلوب ديالنا اللي احنا بصدد الدراسة ديالو. غادي نشوفوا الجملة الأولى، نشوفوا الكلمات ديالها. عندنا بدون علم فلا تعلم. إذا غادي نطلب الآن من الملكة تحاول تجمع لنا هذه الكلمات وتكون منها جملة مفيدة. تفضلي ملكة. فلا علم بدون تعلم. أحسنتي، جيد، الجملة ديالك صحيحة. فلا علم بدون تعلم. غادي نمشيو الآن للجملة الثانية. كما كتشوفوا معنا عندنا مجموعة من العبارات والكلمات، اللي مطلوب منا كذلك هو أننا نرتبوا هذه الكلمات ونكونوا منها جملة مفيدة. نقرأ لكم هذه العبارات وهذه الكلمات. سلامة طرقية فلا بدون احترام السير لقانوني. غادي نمشي عند خديجة. خديجة، واش يمكن لك تجمعي لنا هذه الكلمات وتكوني منها جملة مفيدة؟ فلا سلامة طرقية بدون طرقية، ما كاينش الواو قدام الراء. طرقية. فلا سلامة طرقية بدون احترام للقانون السير. انتبهي، ما كنقول لقانون السير. لقانون السير، جيد. دابا الجملة ديالك صحيحة، وهي اللي غادي نكتبوها الآن على الشاشة ديالنا كما غادي نشوفوا الآن. إذا بطبيعة الحال وفيها المكونات اللي غادي نبينوهم باللون الأحمر على الشاشة. فلا في البداية ديال الجملة، وبدون في الوسط ديالها. وغادي نمشيو الآن للجملة الأخيرة، وحتى هي جملة مبعثرة، وغادي نحاولوا نجمعوا الكلمات ديالها ويكونوا منها جملة مفيدة، وبطبيعة الحال كتحتوي على المكونات ديال الأسلوب ديالنا. نقرأ لكم هذه الكلمات. بدون صداقة
معاملة فلا حسنة دائمة. غادي نمشي عند كريمة. كريمة واش يمكن لك تجمعي لنا هذه الكلمات وتكون منها جملة مفيدة؟ ان شاء الله. يلا تفضلي ارفعي شي صوتك. فلا فلا صداقة دائمة بدون معاملة حسنة. بدون معاملة حسنة. جيد، بارك الله عليك. وهي اللي غادي نكتبوا الآن على الشاشة ديالنا كما كنشوفوا، فلا صداقة دائمة بدون معاملة حسنة، وبطبيعة الحال فيها المكونات ديال هذا الأسلوب اللي كنشوفوها الآن على الشاشة ديالنا. إذا تفضلي سميرة عاودي اقرأي لنا هذه الجمل. فلا علم بدون تعلم، فلا سلامة طرقية بدون احترام لقانون السير. جيد، هر هذيك طرقية ما كنقراوش طرقية. طرقية. فلا سلامة طرقية. طرقية ما كاينش الواو قدام الراء. عاودي قرينا الجملة. فلا سلامة طرقية. زين. بدون احترام لقانون السير. فلا صداقة دائمة بدون معاملة حسنة. جيد، بارك الله عليكم. إذا كما شفتوا معنا في هذا التمرين حاولنا نضفوا المكونات ديال هذا الأسلوب اللي درسناه اليوم. ودابا غادي نكلفكم بواحد الواجب المنزلي اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة. تبعوا معنا الواجب ديالنا على الشاشة. إذا كما كتشوفوا معايا عندنا ثلاثة ديال الكلمات ملونين بالأحمر، وعندنا داخل الجملة ثلاثة ديال الفراغات. اللي مطلوب منكم وكذلك من المشاهدات والمشاهدين ديالنا أننا نوضع كل كلمة في الفراغ المناسب داخل الجملة باش نكونوا في الأخير جملة مفيدة وكتحتوي على هذه المكونات ديال هذا الأسلوب اللي احنا درسناه وشفناه في هذه الحصة. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نصحوا هذا الواجب. وبهذا أخواتي إخواني وصلنا لنهاية الحصة ديال مادة القراءة والكتابة في هذه الحلقة، وغادي نخليكم الآن مع مادة القرآن الكريم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديالنا اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح الواجبات اللي كنت كلفتكم بهم في الحلقة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا نجزتوهم. نشوفوا واش استطعوا حاضرات يصوبوا جوج تمارين اللي كلفتهم بهم. تبارك الله عليك، جيد، مزيان. تبارك الله عليكم، كيبان لي راكم استطعتوا تفهموا الحلقات الخاصة بهذه التمارين هذو. تبارك الله عليكم، مزيان. شوف خديجة، جيد. زهرة، تبارك الله عليك زهرة، مزيان. سمير، إذا الآن غادي تنتبهوا معايا للشاشة وغادي نبداو بالواجب الأول. شنو كان المطلوب منكم سميرة في هذا الواجب؟ مطلوب منا عندنا الآيات والمعاني ونصلوا خط بيناتهم. بين الآية والمعنى اللي كيناسبها. يلا قرأي لنا الآية الأولى وقولي لنا ما يناسبها من المعاني. إذا السماء انفطرت. نعم. إذا السماء انشقت بأمر الله تعالى لنزول الملائكة. لنزول الملائكة. جيد، تبارك الله عليك. غادي نربطوا بخط بينهما، مزيان. يلا ملكة تفضلي. إذا البحار فجرت. نعم. إذا البحار فتح بعضها على بعض. حسن، غادي نوصلوا بخط بينهما. يلا تفضلي خديجة. ما غرك بربك الكريم؟ أي شيء خدعك لربك؟ خدعك لربك أي شيء خدعك بربك؟ خدعك برب العالمين. سبيل. برب الرحيم الكريم. بربك الحليم الكريم. يلا جيد، غادي نربطوا بيناتهم خط، مزيان. إذا الآن من بعد ما صححنا هذا الواجب غادي ندوزوا الواجب الثاني. انتبهوا معايا الشاشة، شنو كان المطلوب منكم كريمة في هذا الواجب؟ كان مطلوب منا رتبوا الآيات كما في المصحف. بارك الله عليك، يلا قرأي لنا الآية الأولى كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا السماء انفطرت. تبارك الله عليك. إذا غادي نكتبوا إذا السماء انفطرت، جيد، هي الآية الأولى في سورة الانفطار. سميرة، الآية التي تليها. وإذا الكواكب انتثرت. حسن، هي الآية الثانية. تبارك الله عليكم. شكون تعطيني الآية الثالثة؟ ملكة. وإذا البحار فجرت. جيد، غادي نكتبوها من بعد وإذا الكواكب انتثرت. يلا خديجة، الآية التي بعدها. وإذا القبور بعثرت. حسن، إذن هي الآية الرابعة. بقت لنا الآية الأخيرة، غادي نطلب من كريمة باش تقراها لنا، تفضلي. علمت نفس ما قدمت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. حسن، إذن هي الآية الأخيرة في هذا التمرين. تبارك الله عليكم. إذا الآن من بعد ما نجزنا هالجوج ديال الواجبات غادي ندوزو باش غادي نتعلمو القراءة الصحيحة ديال واحد جوج ديال العبارات جاونا في هذا الجزء من هذه الصورة الكريمة. انتبهوا معايا الشاشة. غادي نطلب من سميرة باش تقرا لي الآية 6 من سورة الانفطار. تفضلي سميرة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعم جيد. إذا هذه العبارة هذه هي يا أيها، يا أيها، انتبهوا معايا للشاشة. يا أيها، إذا إذا قلت لكم شنو هي العلامة اللي مكتوبة فوق هذاك الألف شنو غتقولوا لي ملكة؟ المد. المد، تبارك الله عليك. إذا هو الحرف اللي من بعد منه ملون باللون الأخضر الهمزة، كاين الهمزة فوق الألف. نعم، فكنقراوها يا أيها، يا أيها. إذا هذا المد سبقنا شفناه في حلقات فايتين وقلت لكم الاسم ديالو، شكون اللي غيذكرني بالاسم ديالو؟ سميرة. المد المنفصل. المد المنفصل، تبارك الله عليك. ولكن باش تفهموا مزيان هذه القضية المد المنفصل غتنتبهوا معايا للشاشة. هذه الكتابة هي الكتابة اللي في المصحف، وهذه الكتابة هي الكتابة العادية، باش تبان لكم هذا الشيء اللي قالت سميرة بخصوص المد المنفصل، لأنه تقدروا تشوفوه في يا أيها بالطريقة اللي مكتوب بها في المصحف وتقولوا بأنه راه متصل وهو في الحقيقة منفصل. إذا عندنا الحرف ديال المد في يا في كلمة، والسبب ديالو اللي هو الهمزة في كلمة أخرى، فسمي بالمد المنفصل. هاد المد شحال كنمدوه ديال الحركات كريمة؟ تنمدو ستة الحركات. ستة ديال الحركات، فكنقراوه يا أيها. عاودي خديجة. يا أيها. جيد، عاودي ملكة. يا أيها. جيد، تبارك الله عليك يا ملكة. إذا هو قلت لكم المد المنفصل وقلت لكم بأنه راه عنده ستة ديال الحركات. ندوزو العبارة الثانية. انتبهوا معايا للشاشة. غادي نطلب من كريمة باش تقرا لي الآية 8 من سورة الانفطار، تفضلي. في أي صورة ما شاء ركبك. نعم، أعيدي وحاولي تمدي شي شوية أكثر من هذا الشيء اللي مديتي. في أي صورة ما شاء ركبك. جيد، إذا المقصود عندنا في هذه الآية هو قول الله تبارك وتعالى في أي، في أي. انتبهوا الشاشة. إذا عندنا مرة أخرى هذيك العلامة اللي قلت لكم فوق حرف الياء، واللي هي قلت لي قبل قليل هي العلامة ديال المد، وتابعها كذلك الهمزة. إذا وكاين الحرف ديال المد في كلمة والهمزة والسبب ديالو في كلمة أخرى، فكنسميوها المد. نعم كريمة. المد المنفصل. المنفصل. إذا نفس القاعدة اللي تكلمنا عليها قبل قليل في أيها هي القاعدة اللي كاينة في أي، وحتى هو كنمدوه ستة ديال الحركات، فكنقراوها في أي، في أي. عاودي سميرة. في أي. تبارك الله عليك. ملكة. في أي. نعم، مرة أخرى خديجة. في أي. تبارك الله عليكم. إذا الآن من بعد ما قرينا القراءة الصحيحة ديال هاد الجوج ديال العبارات وتذكرنا المد المنفصل والمقدار ديالو، غادي ندوزو الآن وغادي نطلب من سميرة باش تقرا لي الآيات الأولين من سورة الانفطار. تفضلي سميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. 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 نعم ما سبقناش شفنا أساميرها وقلنا الراهنة شنو الحكم ديالها؟ مرققة. تبارك الله عليك، يلا أعيدي الآية الثالثة. وإذا وإذا البحار فجرت. جيد. وإذا القبور بعثرت. تبارك الله عليك، يلا غادي نطلبوا من كريمة باش تكملنا الآيات اللي بقاو. علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة. تبي يلا شفنا هذه القاعدة كريمة يلا. في أي صورة ما شاء ركبك. تبارك الله عليكم. إذا من بعد ما قرينا جميع هذه الآيات البينات غادي ندوزوا باش غادي نجزوا حنا والسادة المشاهدين والمشاهدات واحد التمرين اللي غادي تلقاوه في الكتاب المقرر في الجزء المخصص لمادة القرآن الكريم في الحلقة 85. إذا انتبهوا للشاشة باش نشوفوا شنو استفدنا من هذه الصورة الكريمة. إذا عندنا في الخانة الأولين العبارات اجتهدوا في عبادتي لنيل رضا الله تعالى. جملة ثانية أشكر الله تعالى على فضله ونعمه. قابلوا الإحسان بالعصيان والطغيان. اطلب منكم وتوضعوا العلامة ديال في إما في خانة نعم وإما في خانة لا. طبعا ضروري تقولوا لي علاش. يلا تفضلي سميرة قرأي العبارة الأولى وقولي لنا فين غادي توضعي العلامة. أجتهد في عبادتي لنيل رضا الله تعالى. نعم فين؟ نديروها في نعم. جيد، علاش سميرة؟ نجتهد في العبادة ديال الله إن شاء الله. باش؟ بالأعمال ديالنا. نعم ولكن شنو المبتغى ديالنا؟ هو؟ باش لنيل باش نوصلوا للرضا ديال الله تبارك وتعالى، جيد. إذا غادي نديروا العلامة في نعم. يلا ملكة تفضلي. أشكر الله تعالى على فضله ونعمه. جيد، فين غادي نوضعوا العلامة؟ نعم. جيد، وعلاش أمريكا؟ حيت خصنا نشكر الله في الفضل ديالو والنعم ديالو اللي عطانا. هذا من المعاني الجميلة اللي كاينة في سورة الانفطار، على أن الإنسان خصو يشكر الله تبارك وتعالى على الفضل والنعم ديالو. تبارك الله عليك أمريكا، يلا تفضلي خديجة. أقابل الإحسان بالعصيان والطغيان. نعم لا. أو لا؟ لا. لا، علاش خديجة؟ ما خصناش نقابلوا الإحسان بالطغيان، لأن الإحسان قال لك هو تعبد الله سبحانه وتعالى بحال كتشوف. أيوة ولكن باش خصنا نقابلوا الإحسان؟ نقابلوه بالإحسان. تبارك الله عليك، وهذا كذلك شفناه، على أن الإنسان خصو يقابل الإحسان بالإحسان، وغادي نوضعوا العلامة في الخانة ديال لا، تبارك الله عليكم. إذا الآن من بعد ما نجزنا جميع هذا التمرين، غادي ندوزوا باش غادي نطلب من ملكة باش تستظهر لي الجزء الأول من سورة الانفطار. يلا تفضلي من الآية واحد، بداي من الآية واحد، من طلع السورة ملكة، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. تبارك الله عليك يا ملكة. ممكن تكملي سميرة؟ وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء في أي صورة ما شاء ركبك. بارك الله عليك يا سميرة، بارك الله فيكم. إذا الآن من نكون قرينا وفهمنا وحفظنا الآيات الأولين من سورة الانفطار من الآية واحد الآية 8. في الحلقات القادمة إن شاء الله غنكملوا ما تبقى لنا من هذه السورة الكريمة. إذا في نهاية حصة مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة نخليكم مع مادة الحساب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما تعرفتوا في الحلقة الفايتة على مثلث متساوي الأضلاع، في هذه الحلقة بحول الله غادي نتعرفوا على نوع آخر من المثلثات، ونبدأ أولا بتصحيح الواجب المنزلي اللي كنتمنى أنكم تكونوا كلكم جزتوه، سواء الحاضرات معنا وكذلك المشاهدين والمشاهدات. إذا نشوف الإنجازات ديالكم. سميرة مزيان، ظهرة مزيان، صحيح. خديجة دائما هنايا كتبنا 4، نكتبوا وحدة القياس باش نكملوا الجواب، 4 سنتيمترات. مزيان مزيان حنان، نفس الملاحظة كريمة، كملي الجواب ديالك 4 سنتيمترات، كملي بكتابة وحدة قياس. ماشي مليمترات فاطمة، 4 سنتيمترات، سنتيمتر، المليمتر هو أصغر وحدة، ديك وحدة صغيرة، حنا عندنا 4 سنتيمترات. جيد، إذا انتبهوا معايا، غادي نصحوا الواجب على الشاشة باش يصحوا معنا كذلك المشاهدين والمشاهدات. إذا شكون تذكرنا شنو كان المطلوب منكم في هذا الواجب؟ تفضلي كريمة. كان مطلوب منا في هذا الواجب نعبروا الأضلاع ديال المثلث ونكتبوا كل الطول ديال الضلع في مكان النقاط. جيد، إذا كان مطلوب منكم في الواجب أنكم تقيسوا بالمسطرة طول ديال كل ضلع من أضلاع المثلث، ونكتبوا قياس هذا الطول مكان النقاط، وفي الأخير نتعرفوا على اسم هذا المثلث. إذا نبداو نقيسوا طول الضلع الأول. تفضل سميرة تقول لنا قياس هذا الضلع شحال هو بالسنتيمترات. تفضلي سميرة. قياس الضلع الأول فيه 4 سنتيمترات. جيد، فيه 4 سنتيمترات، ونكتبوا الجواب الأول مكان النقاط، وننتقلوا للضلع الثاني كذلك نقيسوا الطول ديالو. تفضل ملكة تقول لنا قياس هذا الضلع الثاني بشحال. قياس الضلع الثاني هو 4 سنتيمترات. جيد، الضلع الثاني كذلك فيه 4 ديال السنتيمترات، ونكتبوا هذا الجواب مكان النقط، وننتقلوا للضلع الثالث اللي هو القاعدة ديال المثلث. تفضل خديجة وتقول لنا القياس ديال الضلع. قياس ديال الضلع الثالث هو 4 سنتيمترات. جيد، طول الضلع الثالث كذلك هو 4 سنتيمترات، ونكتبوها مكان النقط. إذا شنو كتلاحظوا على الطول ديال هاد الأضلاع؟ كيفاش داير الطول ديال هاد الأضلاع الثلاث سميرة؟ الطول ديالهم متساويان. متساويين، جيد. إذا الطول ديال الأضلاع الثلاث متساوي بمعنى مقادين في الطول ديالهم. إذا المثلث اللي كيكونوا عنده نفس القياس في الأضلاع بثلاثة، شنو كنسميو هاد المثلث كريمة؟ مثلث متساوي الأضلاع. جيد، إذا المثلث اللي عنده جميع الأضلاع متقايسة كيتسمى مثلث متساوي الأضلاع. نقرأ الجواب على الشاشة. اسم هذا المثلث هو مثلث متساوي الأضلاع. إذن كان هذا هو تصحيح الواجب اللي كنتمنى أن المشاهدات والمشاهدين يكونوا صحوه معنا. والآن غادي ننتقلوا لنوع آخر من المثلثات، وباش تعرفوا عليه غادي تنتبهوا معايا الآن على الشاشة. إذا شنو كتلاحظوا على الشاشة؟ تفضلي ملكة شنو كتلاحظي على الشاشة؟ كنلاحظ مثلث. واحد؟ لا جوج. جيد، إذا عندنا جوج ديال المثلثات. جيد، إذا كيفاش داير الشكل ديال هاد المثلثات؟ واش كيشبهوا المثلث اللي شفنا في الحلقة الفايتة سميرة؟ لا، ما كيشبهش المثلث الآخر. جيد، إذا هاد المثلثات ما كتشبهش المثلث اللي شفنا في الحلقة الماضية. وشنو الفرق بيناتهم كريمة؟ الفرق بيناتهم هو المثلث اللي شفنا في اللي سبق هو مثلث متساوي الأضلاع. بمعنى؟ ما معنى متساوي الأضلاع؟ بمعنى مقادين، الأضلاع ديالهم مقادين بحال بحال بحال. جيد، بمعنى الأضلاع ديالهم بثلاثة عندهم نفس القياس. نفس القياس. وهذا ما عنده، ما كيبانش بأن الأضلاع ديالهم بثلاثة متقايسين. ماشي قد قد. جيد، إذا باش نتأكدوا بأن الأضلاع ديالهم ماشي مقادين بثلاثة، غادي نقيسوا هاد الأضلاع بواسطة المسطرة باش نتأكدوا. إذا لاحظوا معايا الضلع، لاحظوا معايا المثلث الأول اللي على يمين الشاشة. إذا الضلع الأول ديالو شحال قياس الطول فيه؟ تفضلي خديجة. 7 سنتيم. جيد، إذا قياس طول الضلع الأول هو 7 سنتيمترات. ننتقلوا للضلع الثاني كذلك نتأكدوا من الطول ديالو. إذا شحال الطول ديال هاد الضلع ملكة؟
حتى هو 7 سنتيمتر. جيد، اذا قياس طول الضلع الثاني وكذلك 7 سنتيمترات، بقى لنا اخر ضلع واللي هو القاعده ديال هذا المثلث. اذا قاعده المثلث واش كيظهر لكم ان فيها 7 ديال السنتيمترات سميره؟ لا كتبان لي صغيره. جيد، اذا هذا المثلث عنده فقط ضلعين متقايسين، هاد الضلعين كيتسموا الساقين ديال المثلث. القاعده تعرفنا عليها في الحلقه الماضيه، هي الضلع الاسفل ديال المثلث، والساقين هما الضلعين اللي كيكونوا قابطين في القاعده وطالعين الفوق، كتسمى الساق هذا ساق، والضلع الاول كذلك ساق ثاني. اذا هذا المثلث اللي عنده جوج اضلاع متقايسه يسمى بالمثلث المتساوي الساقين. وننتقلوا كذلك للمثلث الثاني ونتاكدوا من الطول ديال الاضلاع ديالو. اذا قياس الطول ديال الضلع الاول شحال هو سميره؟ فيه قياس الضلع الاول فيه 7 سنتيمتر. جيد، اذا قياس الضلع الاول 7 سنتيمترات. أسيادي على الليتي، هذا هو الوضوء اللي به كنصليو. هانتوما تبعوا مع هاد الشاب بعد ما خدا سطيلة ديال الماء ودارها على يمينه، غسل يديه 3 المرات، ثم غسل فمه 3 المرات، ثم غسل نيفو 3 المرات، ثم غسل وجهه 3 المرات، وعاود غسل يديه 3 المرات، ولكن هذه المرة حتى المرافقو. ثم مسح راسو، مسح ودنيه مرة واحدة، في الاخر غسل رجليه 3 المرات. هذا هو الوضوء، سهل ماهر. منساوش راه هو عبادة كيغفر به الله الذنوب ورفع به الدرجات، وغير سطيلة ديال الماء تكفي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. السلام عليكم. خويا المؤمن، اختي المؤمنة، هانتوما سيادي، هانتوما لالياتي، شفتو خونا المؤمن وهو كيصلي صلاة المغرب ثلاثة دركعات، جوج الاولين بالفاتحة والصورة بالجهر، ومن بعد التحيات جا بركعة وحدة غير بالفاتحة وبالسر ثم تحى وسلم، وهذا الشيء ما خداش منه وقت كثير. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وانتقلوا للضلع الثاني. كريمة شحال عنده في الطول؟ حتى هو فيه 7 سنتيمترات. جيد، إذا قياس الضلع الثاني كذلك 7 ديال السنتيمترات. لاحظوا بالنسبة للقاعدة ديال هذا المثلث، واش كيبان لكم أن تاهي القياس ديالها 7 سنتيمترات سميرة؟ لا، كيبان قياس الطول ديال القاعدة أكبر من 7 ديال السنتيمترات. إذا هذا المثلث هو كذلك عنده جوج ديال الأضلاع اللي متقيسين، جوج أضلاع اللي فوق من القاعدة هما اللي متساويين، وكذلك يسمى بمثلث متساوي الساقين، بمعنى عنده زوج اضلاع اللي متقيسين. اذا الان غادي نشوفوا التعريف ديال المثلث المتساوي الساقين. اذا المثلث المتساوي الساقين هو كل مثلث له ضلعان متقيسان. غادي نعاود مره اخرى، المثلث المتساوي الساقين هو كل مثلث له ضلعان متقيسان. وغادي نقرا ورددوا من بعدي هذا التعريف باش تحاولوا تحفظوه. المثلث المتساوي الساقين، المثلث المتساوي الساقين هو كل مثلث، هو كل مثلث له ضلعان متقايسان، له ضلعان متقايسان. جيد، ونطلب من ملكة تفضل وتعاود لنا قراءة هذا التعريف. تفضلي. المثلث المتساوي الساقين هو كل مثلث له ضلعان متقيسان. المثلث المتساوي الساقين هو كل مثلث له ضلعان متقيسان. اذا جيد، اذا بعد ما تعرفنا على المثلث المتساوي الساقين غادي ننتقلوا الان باش نجزوا واحد التمرين اللي غادي يظهر امامنا على الشاشه. اذا المطلوب منا في هذا التمرين هو اننا ناخذوا المسطره ونقيسوا الطول ديال كل ضلع من اضلاع هذا المثلث، ونكتبوا قياس هذا الطول مكان النقط، وفي آخر التمرين نتعرفوا على اسم المثلث. إذا نبدأ بالضلع الأول، نقيس الطول دياله بواسطة المسطرة. جيد، ونطلبوا من سميرة تفضل وتقول لنا قياس طول هذا الضلع. قياس الضلع الأول فيه 4 سنتيمتر. جيد، إذا طول الضلع الأول هو 4 سنتيمترات، ونكتبوها مكان النقط. جيد، وندوزوا للضلع الثاني كذلك او للساق الثاني، نقيسوا كذلك الطول ديال هذا الضلع. تفضلي كريمه قولي لنا قياس طول الضلع الثاني. قياس ديال الضلع الثاني هو 4 سنتيمترات. جيد، هو 4 سنتيمترات كذلك، ونكتبوها مكان النقاط. اذا ملكه، هاد الضلعين اللي قسنا الطول ديالهم لحد الان شنو كيتسموا في المثلث؟ كيتسموا ساقين. جيد، من هاد الضلعين اللي قسنا الطول ديالهم لحد الان كيتسموا ساقين، الساق الاول والساق الثاني. بقى لنا نقيسوا الطول ديال القاعده. تفضلي خديجه، قلنا قياس الطول ديال القاعده. قياس ديال طول القاعده هو متر واحد. واحد سنتيمتر. جيد، واحد سنتيمتر. جيد، واحد سنتيمتر، ونكتبوا هذا القياس كذلك مكان النقاط. اذا شنو كتلاحظوا على قياس على الاضلاع ديال هاد المثلث؟ واش بثلاثه هم متقيسين كريمه؟ لا، ماشي بثلاثه. اذا شحال من ضلع اللي عندهم نفس القياس في هاد؟ جوج اضلاع اللي متساويين، والضلع الثالث ماشي قد ماشي متساوي معاهم. جيد، اذا عندنا جوج الاضلاع اللي عندهم نفس القياس، بمعنى جوج اضلاع اللي متساويين. بما ان هاد المثلث عنده فقط ضلعين متساويين، شنو غادي نسميوه سميره؟
كنسميوه المثلث متساوي الساقين. جيد، كيتسمى مثلث متساوي الساقين. جيد، اذا نقراو هذا الاسم على الشاشه. اذا اسم هذا المثلث هو مثلث متساوي الساقين. إذن تبارك الله عليكم، لقدنا قربات نهايتها. قبل ما نكلفكم بالواجب غادي نحاولوا نذكروا بواحد ثلاثه ديال التعريفات اللي مروا معنا في الحلقات السابقه. اذا شكون اللي تذكرنا بالتعريف ديال المثلث؟ ما هو المثلث؟ تفضلي كريمه. المثلث هو شكل هندسي له ثلاث اضلاع وثلاث رؤوس. احسنتي، تبارك الله عليك. اذا المثلث هو شكل هندسي يتكون من ثلاثه اضلاع وله ثلاثه رؤوس. والان شكون اللي تذكرنا بالتعريف ديال المثلث المتساوي الاضلاع؟ متساوي الاضلاع، تفضلي سميره. المثلث متساوي الاضلاع له ثلاثه اضلاع متساويان وثلاثه نقول ثلاثه اضلاع بمعنى جمع، ثلاثه اضلاع متساويه. ثلاثه اضلاع متساويه وثلاثه رؤوس، وعنده كذلك ثلاثه رؤوس. جيد، اذا المثلث المتساوي الاضلاع هو كل مثلث له ثلاثه اضلاع متساويه او متقايسه، بمعنى الاضلاع ديالو بثلاثه مقادين. جيد، نزول التعريف ديال المثلث المتساوي الساقين واللي كان هو موضوع الدرس ديالنا لهذا اليوم. شكون اللي تعطينا التعريف ديالو؟ تفضلي ملكه. المثلث المتساوي الساقين هو كل المثلث المتساوي الساقين له ضلعان متقايسان. جيد، اذا المثلث المتساوي الساقين هو كل مثلث له ضلعان متقايسان، عنده فقط جوج الاضلاع اللي متقايسين. اذا ندوزوا الواجب. اذا المطلوب منكم في هذا الواجب هو انكم توضعوا علامه في الخانه المناسبه. عندنا ثلاثه ديال المثلثات، وعندنا الخانة الأولى متساوي الأضلاع، مثلث متساوي الساقين، وفي الخانة الثالثة مختلف الأضلاع. غادي تلاحظوا الشكل ديال المثلثات وتأكدوا من طول من القياس ديال كل ضلع بواسطة المسطرة، وتوضعوا العلامة في الخانة المناسبة. كل مثلث توضعوا له العلامة في الاسم دياله. إذن كنتمنى كذلك أن المشاهدات والمشاهدين يقوموا بإنجاز هذا الواجب. مبقى لي إلا نودعكم على أمل لقاء بكم في الحلقة المقبلة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.